أكد السيناريست هشام ماجد أنه انتهى من كتابة حلقات مسلسل الرجل العناب بالاشتراك مع أحمد فهمي وشيكو، ولم يجروا حتى الآن أي تعديلات على السيناريو بعد تأجيله. وأضاف أن منتج العمل هو الذي اتخذ قرار التأجيل قبل شهر رمضان الماضي، ولا توجد كما تردد أي مشاكل إنتاجية، وسوف يتم استئناف التصوير في فبراير القادم. مخرج المسلسل هو شادي علي، صور أكثر من 80% من أحداثه، وتبقى فقط المشاهد الداخلية. بيشارك في بطولة العمل صلاح عبد الله وسامي مغاوري وانتصار وإنجي وجدان. ممكن تساعدنا نغير العجلة؟ احنا الثلاثة لوحدين هنا معناش راجل. شوق مخدودة جدا. شوق كريم الدبي. شاهين دي أسجلها إيه بقى؟ شيماء أو شيماء. أنا عزيز. هو عصر بس اليومين دول عشان عندها ظروف. شوق معاك بتفكر في هيفا. ما أنا أديلي الفيلم ده. يرضيك الجبانة دي ما تجيليش البيت ولا مرة من ساعة ما اتجوزته. طب فيه الانجينير جاي؟ عندكم بديهات كريمة في كوم؟ عموما بديل بيش انت.